هذا البرنامج برعاية مود ماتشر، أحمر شفاه على مودي. بمجال عملي اللوك أهم شيء، يعني ممنوع الهرس، لهيك بختار كل شيء على مودي، ومود ماتشر أساس مودي. بدكم تعرفوا شو السر؟ مود ماتشر بيعطيني لون ما حدا بيقدر عليه، ولأنه نفس اللون بيختلف بين شخص والتاني ما حدا بيقدر يكون مثلي، وأكثر من هيك لونه بيتغير حسب مودي. بما أنه كل مناسبة عندي وإلى مودة، كل مناسبة صار إلى لونها كمان بلا ما غير لبستي. مود ماتشر، أحمر الشفاه الأول بالعالم يلي بيتغير لونه حسب بي اتش بالانس جسمك، بيزيدك جمال وثقة وبيدوم 12 ساعة. عن جد رائع. ليبستيك مود ماتشر، اختاري من 6 ألوان أساسية بتتفاعل مع بشرتك وموديك لتكون مزيج غير متناهي من الألوان اللي بتناسب شخصيتك. أنا ما بستغني عن مود ماتشر، ليبستيك على مودي ولا أجمل، كيف ما كان مزاجي مود ماتشر بيعكس جمالي وجمالك.